هنبدا برابع تجربه لترمينيشن اوف ذا ريفراكتيف اندكس اوف ذا جلاس باي ميجرينج بروستر انجل. ان شاء الله نستخدم فيكس لينس اللايت سورس والجلاس بليت والكورنر والسكرين والانجل ترانسليتور والارتيكال بنش والبولارايزر. فان شاء الله هنخلي البولارايزر قدام الليزر والسكرين والجلاس. هنخلي السكرين تقابل زاوية الانعكاس وهنحرك الجلاس عشان نلاقي الزاوية الروسة. لحد ما نلاقي اكتر نقطة اكتر مكان بيتنعدم فيه الضوء، هيكون اقل فيه الضوء شوية اللي هو ده اللي هو الزاوية 51، بس هي المفروض مظبوط 57 درجة.